Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ikhwah, ayuhal talabah al-a'izzah, al-yawma awaddu an ahuthakum ala talabil ilm wa ala badhlil jiddi في تحصيل المعارف والعلوم وعلى التسامي أريد أن أحرضكم على إتقان الفنون أريد أن أبعث في قلوبكم عواطف صادقة جياشة في نيل الكمال وإحراز قصب السبق في مجالات الدين والدنيا وذلك عن طريق بعض الأبيات التي قرضها الشاعر العظيم المفلق عبد الله باشا فكري وهو ينصح ابنه وفلذة كبده يقول إذا نام غر في دجى الليل فاسهري إذا نام غر في دجى الليل فاسهري وقم للمعالي والعوالي وشمري وسارع إلى ما رمت ما دمت قادرا عليه وإن لم تبصر النجح فاصبري وأكثر من الشورى فإنك إن تصب تجد مادحا أو تخطئ الرأي تعذري وعوض مقال الصدق نفسك وارضه تصدق ولا تركن إلى قول مفتري ولا تقف زلات العباد تعدها فلست على هذا الورى بمسيطري الآن إليكم شرح هذه الأبيات فاسمعوا وأصغوا إليه آذانكم واعملوا بهذه النصائح المخلصة والتوجيهات الغالية التي يهديها الأب العالم المجرب الحكيم إلى فلذة كبده وثمرة فؤاده أعني ولده يقول إذا نام غر في دجى الليل فاسهري الغر هو الذي لا تجربة عنده الشاب الفج غير الناضج الذي يغتر بالمغريات والشهوات فهو لا يبالي بالعوالي والمعالي وإنما ينجر وراء الأسباب المادية ويخلد إلى الراحة وهذا هو اغترار غر من الاغترار الذي يغتر ويقع في الغرور وفي فخ الخداع إذا نام غر في دجى الليل إذا غطى الشاب الناهض اليافع وهو موفور الصحة والقوة فيأتيه النوم هنيئا لذيذا فهو يغط في نومه ولا يبالي بالعلم ولا يبالي بالدعوة
ولا يبالي بإعلاء كلمة الله فأنت أيها الولد أنت أيها الشاب الفتي الشهم السامي الهمة عليك أن تسهر الليالي في طلب المعالي إذا نام غر في دجى الليل أي في ظلام الليل في ظلمة الليل فاسهر أنت واترك النوم واترك الراحة فإن المعالي لا تدرك إلا بترك الراحة والجمام والمنام وقم للمعالي والعبالي وشمري قم أي اترك واهجر الكسل والدعة وقم وهب من الغفلة قم شمر وانكمش وجد واجتهد للمعالي والعوالي أي للأمور العظام الجسام من لم يركب الأهوال لم ينل الرغائب من لم يركب أمرا صعبا ولم يتحمل المشاق ولم يتجشم الصعاب فإنه لا يدرك ما يتمنى قم للمعالي والعبالي وشمري شمر عن ساعدك أو عن ساقك وهذا كناية عن الجد والجهد والانكماش والمسارعة وترك الكسل وقد استعاذ نبينا صلى الله عليه وسلم من الكسل وعلمنا أن نستعيذ بالله من الكسل اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وسارع إلى ما رمت ما دمت قادرا سارع إلى ما رمت رمت أي قصدت من رام يروم روما ومنه المرام أي المراد وسارع إلى مرامك إلى ما رمت يمكن أن تجعل ما هذه موصولة أي إلى الشيء الذي قصدته وتوخيته وأردته فعليك أن تجعله نصب عينيك وتسرع إلى إكماله وإنجازه وسارع إلى ما رمت ويمكن أن تجعله مصدرية أي سارع إلى مرامك وقصدك إلى ما رمت ما دمت قادرا ما كنت قويا على ذلك فلا تعجز وإن لم تبصر النجح فاصبري وإن النجاح إنما يتطلب الصبر والوقت والانتظار فلا ينبغي أن تستعجل النتائج إن لم تبصر النجح فأصر على النجاح وألح على الكمال فإن النجاح للملحين المصرين فاصبري وأكثر من الشورى فإنك إن تصب تجد مادحا أو تخطئ الرأي تعذري أكثر من الشورى أي أكثر من استشارة الناس من مشاورة الكبار المجربين الحكماء لا ينبغي أن تستبد برأيك أن تنفرد بفكرك بل شارك العقلاء وشاورهم وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يشاور أصحابه وهو أعلم الناس وأكثر الناس تجربة وعقلا وحكمة
ومع ذلك قال الله تعالى وشاورهم في الأمر وأكثر من الشورى. ما الفائدة في الشورى؟ فإنك إن تصب أي إن أصبت في عملك ونجحت وكنت سديدا صائبا تجد مادحا تجد الناس يمدحونك ويقولون إنه رجل حكيم ويشاور ولذلك يصيب في أعماله تجد مادحة أو تخطئ الرأي تعذري. وبعد الشورى إن أخطأت الرأي وانحرفت عن الصواب وفشلت وخبت وخسرت فإن الناس يعذرونك ويقولون إن المشاورين إن الذين شاورهم هذا الفتى هم الذين أخطأوا حيث أشاروا عليه بذلك. إن تصب تجد مادعا أو تخطئ الرأي تعذري وعبد مقال الصدق نفسك وارضه أي اجعل نفسك معتادة الصدق عود نفسك عادة الصدق اجعل الصدق شعارك ودثارك وعود مقال الصدق نفسك. هذا عود يتعدى بمفعولين وهنا المفعول الأول هو نفسك وهو تأخر والمفعول الثاني وعود مقال الصدق. مقال الصدق هذا هو المفعول الثاني وهو تقدم. وعود مقال الصدق نفسك وارضه أي ارضى الصدق واطمئن به وإن كنت ترى فيه خسارة وضررا عليك فإنه فيما يبدو وإن الصدق يأتي عليك بالفائدة وبالمنفعة ولا تصدق. وعبد مقال الصدق نفسك وارضه تصدق. تصدق هذا جواب جواب الأمر. عبد مقال الصدق واجعل الصدق عادة لك وارض به في حياتك كنت في أعين الناس أمينا صادقا. هذا جواب الأمر لذلك جزم جاء مجزوما. تصدق أي يصدق الناس في أقوالك وهم يظنونك صادقا ويطمئنون إليك ويعتمدون عليك ويثقون بك تصدق. ولا تركن إلى قول مفتري. ركن أي مالا وأخلد. مفتري هذا من افترى يفتري حذفت الياء مفتري بالياء وهو الكاذب. بعض الطلاب يقرؤون مفتري يظنون من فترة هذا غلط. مفتري من باب الافتعال فرية هذا فرايا أصل المادة وهذا من باب الافتعال. ولا تركن إلى قول مفتري أي لا تمل ولا ترضى بقول الكاذب. ولا تقف زلات العباد تعدها. لا تقف قف يقف أي اتبع ومشى خلفه. ولا تتبع زلات الناس ولا تلتمس عن عيوبهم ولا تبحث عن عوراتهم. تعدها أنت تعد أخطاء الناس هذا ليس من الحكمة ومن العمل الصحيح في شيء. لست على هذا الورى بمسيطر. لست عليهم بمسيطر. ما بعثك الله رقيبا على الناس وإنما عليك بنفسك. عليك أن تنظر إلى عيوبك.
إن رأيت في أخيك عيبا فانصح له وأسر إليه وحاول أن تصلحه، ولكن ليس الإصلاح باقتفاء العيوب بل بالنصيحة. وآخر دعوانا أن الحمد لله.